مساء الخير، اهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقه الجديده من وول ستريت مقدمه لحضراتكم من داخل مبنى صندوق النقد الدولي في العاصمه الامريكيه واشنطن. العراق له ظروف خاصه، ويحاول النهوض بالاقتصاد العراقي، وعصب اي اقتصاد هو البنوك، ومفتاح البنوك هو البنك المركزي. ومعي الان الدكتور سنان محمد رضا الشبيبي، محافظ البنك المركزي العراقي. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. لنبدأ بما توصلت إليه من خلال مباحثاتك هنا مع المسؤولين في صندوق النقد وفي البنك الدولي. ماذا طلب العراق وماذا حصل العراق على؟ شكرا جزيلا. احنا علاقتنا بصندوق النقد الدولي علاقة طويلة، طبعا احنا أعضاء في صندوق النقد الدولي من الأربعينات، وصارت فترة انقطاع من سنة 80، بس طبعا رجعنا بعد 2003. يعني احنا الحقيقة الأشياء اللي حصلناها من صندوق النقد الدولي خلينا نقول كثيرة في مجال الديون، في معالجة الديون، في قضايا تتعلق في البرامج المختلفة، في البرامج اللي تتضمن الحقيقة الحقول المالية والنقدية والاستقرار المالي اللي تخدم التنمية، في قضايا أخرى تتعلق بالمساعدة الفنية في إدارة الاحتياطي، في أيضا قضايا أخرى تتعلق في كثير من القضايا اللي تتعلق في إدارة الميزانية وتشكيل أو تكوين الميزانية، وحقيقة برامج كثيرة ساعدتنا الحقيقة في تهيئة الظروف المواتية إلى التنمية، وفي نفس الوقت تحقيق الاستقرار الاقتصادي. بالنسبة لموضوع ديون العراق، هل تم هناك اتفاق على شطب بعض هذه الديون أم جدولة الديون بشكل عام؟ والله هي احنا الحقيقة اللي حصل انه احنا سوينا اتفاقية نادي باريس، واللي الحقيقة وقعها معالي وزير المالية في وقتها الدكتور عادل عبد المهدي، وأيضا حقيقة أنا كنت وياه كمحافظ البنك المركزي، وساهموا به الحقيقة عدة وزراء مالية كثيرين، من ضمنهم الحقيقة وزير المالية الحالي الأستاذ الزبيدي، وأيضا الأستاذ علي علاوي. فالحقيقة هذه الاتفاقية حصل بموجبها العراق على تخفيض في الديون بنسبة 80%، وهذه النسبة الحقيقة هي أعلى نسبة بالنسبة إلى دولة متوسطة الدخل. يعني الدول المتوسطة الدخل عادة حصلت أكثر شيء 67%، بس العراق كدولة متوسطة الدخل حصل على 80% من في تخفيض ديونه، وهذه تم شطبها وتم إعادة جدولة 20%. بعض الدول حقيقة أعطت الحقيقة التخفيض إلى حد 100%، فكانت الحقيقة من الاتفاقيات الممتازة، والأمور الحقيقة ماشية لأجل أنه إحنا نسدد بقية 20% إلى سنة 2028. فبالحقيقة هذه أبعدت عنا شبح كبير فيما يتعلق التنمية وإعاقة التنمية، وكان الحقيقة هيئة جو ممتاز لأجل أن التنمية تمشي بطريقها الاعتيادي. دكتور سنان، العديد من دول العالم الآن تلجأ إلى إصدار سندات لمعالجة العجز في الموازنات وتمويل المشروعات، هل العراق بصدد إصدار سندات في المستقبل القريب في هذا الشأن أو هذا الإطار؟ طبعا هو العراق الحقيقة هذه من الأساليب اللي يعتمدها أيضا، لأنه في حقيقة الأمر حتى 20% اللي تبقت فيما يتعلق بتخفيض الديون، 20% اللي الحقيقة لم تشمل، العراق أصدر سندات فيما يتعلق لأجل الحقيقة تسوية هذه الديون. ليس فقط هي من قضية أنه مثلا إحنا نريد نستخدمها فقط في
تسديد الديون، وإنما الحقيقة في تنويع موارد الميزانية. يعني بالسابق احنا ما كنا الحقيقة نعمل هذه الأشياء، فاحنا تعرف الميزانية معتمدة أساسا على النفط، ونريد نعتمد على قضايا أخرى اللي هي إصدار السندات وتوليد موارد للميزانية عن هذا الطريق، حتى يكون عندنا الحقيقة تنويع مالي فيما يتعلق بهيكل الميزانية. وهذا الحقيقة صار عندنا في برنامجين مع صندوق النقد الدولي، لما نشوف الحقيقة تركيبة موارد الميزانية هي في حقيقة الأمر هي بيها تلقى أنه موارد نفط، وتلقى أيضا قضايا تتعلق بإصدار السندات وما شابه. دكتور سنان، ما هي سياسة البنك المركزي العراقي تجاه العملة العراقية وإعطاء دفع لتلك العملة، سواء من حيث سعر الفائدة، ربط العملة العراقية بعملات أخرى أجنبية؟ والله احنا طبعا الهدف الأساسي في البنك المركزي وهدف السياسة النقدية أساسا هو الحقيقة تحقيق الاستقرار الاقتصادي. هذا هو الهدف الأولي. هناك هدف آخر اللي هو حقيقة تحقيق التنمية، لكنه احنا نعتبر انه حتى الهدف الأول تحقيق الاستقرار الاقتصادي هو عبارة عن تهيئة فرشة مناسبة للتنمية. لأنه إذا كان تحقيق الاستقرار الاقتصادي المعلم الأساسي به هو هدف استقرار العملة، فاستقرار العملة الحقيقة هو فد وسيلة جيدة جدا فيما يتعلق بالتنبؤات، وفيما يتعلق بموارد الميزانية وكلفة الاستيراد وكلفة الاستثمارات وهذه الأشياء. فاستقرار العملة يعتبر الحقيقة يعطيك نوع من الثقة ومن التأكد في التنبؤ. فهذا الحقيقة يعمل البنك المركزي عليه، ونجح إلى حد كبير في أنه يحقق استقرار في العملة، وفي نفس الوقت يحقق احتياطي مالي كبير اللي يحافظ على هذا الاستقرار. فلذلك الحقيقة احنا ننتظر من القطاعات اللي هي مسؤولة مباشرة على التنمية، يجب أن تستغل هذه الفرصة المواتية اللي هي كفرشة مواتية للتنمية، وحتى ممكن أنه مثلا تستخدم لتطوير الاقتصاد، لأنه اللي يطور الاقتصاد ما راح يشوف أنه أكو هناك تقلبات مالية وهذه الأشياء. هذا هو حرصنا، أنه يكون هناك عندنا استقرار مالي ونقدي، وبالتالي استقرار اقتصادي حتى يسهل عملية التنمية. دكتور سنان، هل تتبعون سياسة رفع سعر الفائدة على العملة العراقية من أجل جذب المدخرات، وهي سياسة متبعة بالعملة المحلية من أجل إعطاء دعم لهذه العملة؟ هذه واحدة من أساليب السياسة النقدية، ما في كل شك نتبعها. يعني احنا مثلا لما كان عندنا تضخم عالي، وتعرف ان البنوك المركزية هدفها الأساسي هي تقليل التضخم وتحقيق الاستقرار المالي، فاحنا الحقيقة الهدف الأساس هذا تحقيق الاستقرار هو يكون كجزء منه عن طريق مثلا استخدام أسعار الفائدة، أو حتى استخدام مثلا التلاعب بالعرض النقدي وكلفة الحقيقة هذا العرض، وقضايا فيما يتعلق تغييرات تتعلق بالاحتياطي القانوني لدى البنك المركزي. كل هذه الأساليب تستخدم لأجل المحافظة على الاستقرار وتحقيق الاستقرار المالي. فلذلك الحقيقة أسعار الفائدة هي واحدة من هذه الأساليب، واستبعناها بشكل كبير قبل حوالي سنتين لما كان الحقيقة التضخم 60% وفد شيء من القبيل. ما هو التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي هذا العام؟ يعني يمكن تتفق معايا أنه من الصعب الآن أنه نخلي سياسة استهداف التضخم أو يسمى بالإنفليشن تارجتينج. ليش؟ لأنه الحقيقة هناك ظروف سياسية تتدخل كثيرا في عمل السياسة النقدية والاقتصادية، لكنه احنا هدفنا هو تقليل التضخم، وهذا هو اللي نجحنا في حقيقة الأمر من فترة، خلينا نقول من قبل سنتين اللي كان التضخم
60-65%، الآن وصل إلى أقل من 10%، أقل من 10%. وهذا الحقيقة نعتبره هدف، نعتبره معدل تضخم جيد. ليش هو معدل جيد؟ لأنه نعتقد أنه من الممكن زيادة الإنتاج بأكثر من هذا المعدل للتضخم، وبالتالي يكون عندنا نمو حقيقي موجب، وهذا هو إحنا اللي نستهدفه أساساً. دكتور سنان، الحديث بقية، ولكن بعد فاصل قصير نعود بعده لمواصلة الحوار مع محافظ البنك المركزي العراقي. ابقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم مره اخرى، وهذه الحلقه من برنامج من وول ستريت مع السيد محافظ البنك المركزي العراقي. في العراق حاليا او في السوق العراقي الان، ما هو حجم استخدام العمله العراقيه الى العملات الاجنبيه الاخرى، الدولار الامريكي وغيره؟ هو الحقيقه اكو هناك الحقيقه الاستخدام هو الغالب للعمله العراقيه، وهناك تفضيل عموما، يعني مثل ما نقول هو مخزن للقيمه، ايضا اصبح الدينار العراقي أصبح هو مخزن للقيمة، لأنه فترة الاستقرار اللي مر بها الدينار العراقي السنة ونص السابقة بالحقيقة خلته يكون عملة جذابة، عملة جذابة سواء كان من المواطنين في الداخل، وعملة جذابة حتى من قبل المستثمرين برا. فالحقيقة احنا مو قلقين على مدى انجذاب الناس إلى العملة العراقية، وبالتالي كثير من الناس الحقيقة يطلبون العملة العراقية للتداول اليومي ولكونها مخزن للقيمة في فعلتها. الرقابة على البنوك العراقية، هل هناك رقابة صارمة أو رقابة شديدة من البنك المركزي على البنوك العراقية الآن؟ أن هذا هو الاتجاه العالمي، تشديد الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية. هذا سؤال شوية جيد جدا طبعا، وإحنا عندنا علاقة جيدة مع البنوك بشكل عام، سواء كانت هذه البنوك حكومية أو خاصة، وتتسم هذه العلاقة حقيقة بالرعاية. دائما نحاول نرعى هالبنوك، لأنهن يجب أن نعترف أنه الفترة اللي نمر بها إحنا بالعراق هي فترة انتقال من اقتصاد الحقيقة شمولي واقتصاد تدخل بالدولة بشكل عام إلى اقتصاد حر حسب ما يقول دستورنا، يعني أنه اقتصاد حر. فلذلك الحقيقة إحنا في period in transition، في مرحلة انتقال، ومرحلة الانتقال في كل العالم بها مشاكل كثيرة، لأنهم مشاكل كثيرة فيما يتعلق بال رأسا البنوك كلها وجهت بمنافسة كبيرة من بنوك عالمية وفيما بينها، لأجل أنه مثلا تكون بالحق، بس احنا نساعدها الحقيقة في أن تجابه المنافسة هذه. بس في نفس الوقت هناك عندنا تعليمات بالتأكيد شديدة فيما يتعلق بزيادة رأس المال، فيما يتعلق بطلبنا إلى البنوك في أن تندمج فيما بياناتها، وأن يصير هناك الحقيقة البنك اللي يبقى ما يدخل فيها الأشياء، يعني باد بانك and good بانك. هالقضايا هذه يعني من ناحية هناك شدة، ومن ناحية هناك رعاية. يعني دكتور سنان، أيضا موضوع دولي وعالمي الآن، أريد رأيك في فرض الضرائب على البنوك، هل أنت مع أم ضد؟ والله على العموم الحقيقة يحتاج نوع من الديسيبلين أو التقييد على بعض التصرفات فيما يتعلق بالبنوك وهالأشياء هذه. المشكلة الرئيسية اللي احنا ولدت هذه الأزمة هي بدت من البانكينج، من قطاع البنوك، ومن قضية سرعة التدفقات وانتقال هذه التدفقات. لما احنا نشوف انه هذا هو السبب، فإذا الحقيقة وضع أي نوع من البريك
إلى هذه التدفقات مو الحقيقة الشيء اللي يؤدي إلى تأخير النشاط الاقتصادي، أو يكون عن طريق ضريبة أو فشي، ما يكون ممكن يكون مفيد بالنتيجة هذا، ومفيد كل الحقيقة، لأنه راح يكون عامل استقراري جيد، ويمكن يكون نوع من الوسائل التي يتم تفادي الأزمات فيها. سيادة المحافظ، ما هي المساحة المفتوحة أمام البنوك الخاصة وأمام البنوك الأجنبية في العراق الآن؟ والله المساحة الحقيقة هناك حرية تامة في أن تعمل هذه البنوك، طبعا مع الضوابط الجديدة اللي احنا نجدها على هذه البنوك. يعني بنوك أجنبية ممكن تجي للعراق، وإذا مثلا دخلت بالرأس المال المطلوب وهالأشياء هذه نشوفها ونقيمها، والمجلس الإدارة في البنك المركزي يقيمها ويقيم دخولها. طبعا احنا في حالات كثيرة انه نقبل هذه البنوك ونشجع البنوك الخاصة ان تتعاون وياها، ما في كل شك. و يعني في عندنا الحقيقة بعض البنوك اللي هي مشتركة مع بنوك عربية وأجنبية، وهذا التواصل بين هالبنوك هذه أنا أعتقد هو في صالح البلد بالنتيجة، وإحنا نشجع. فالعراق الآن بلد مفتوح، لكنه القوانين موجودة، قوانين المصارف، قوانين البنك، قانون البنك المركزي وهالأشياء هذه ضمن هالقوانين اللي هي الحقيقة متحررة نوعا ما، ليبرال فيما يتعلق بهذه الأشياء. فإحنا نرحب في حقيقة في دخول هالقضايا هالبنوك كلها إلى الاقتصاد العراقي. ما هي حجم أو نسبة البنوك الخاصة والأجنبية للبنوك العامة في العراق الآن؟ لا، البنوك العامة لا زالت مهمة جدا. يعني عندنا إحنا البنوك العامة أو البنوك الحكومية هي بنك الرافدين وبنك الرشيد والبنك العراقي للتجارة. هذه بنوك الحقيقة لا زالت عملاقة، لا زالت عملاقة، ويمكن هي بين 85% إلى 90%. البنوك الحقيقة الخاصة هي شوية، ونحن نشجع تعاملها مع الحكومة أساسا، لأنه كثير من الاعتمادات نطالب الحكومة أنه تفتح عن طريق البنوك الخاصة بعد أن تحسن البنوك الخاصة ظروفها وعملها ومراقبتها وهالأشياء هذه. فإحنا نريد طبعا أن البنوك الخاصة تتسلم مسؤولية أكبر، بس لازم تطور نفسها حتى تتحمل هذه المسؤولية. هل هناك خطة ولو على المدى الطويل إلى خصخصة البنوك العامة في العراق ولو جزئيا؟ أنا ما أسميها خصخصة الحقيقة، أنا أسمي إعادة هيكلة. هو الحقيقة الخصخصة جزء من إعادة الهيكلة. فطبعا إحنا هذه كل الأوبشنز مفتوحة، كل هذه الأوبشنز مفتوحة، بس إحنا الآن عندنا برنامج إعادة هيكلة أساسا. الآن برنامج إعادة هيكلة حتى تتخلص من البنوك الحكومية من ديونها، وحتى لما تتخلص من هذه الديون راح تستطيع أن تدخل إلى المجتمع الدولي مرة أخرى، وفي قضايا التجارة وفي قضايا الاستثمار. فالحقيقة الآن هو الأساس هو إعادة الهيكلة، ونشوف أنه بالمستقبل كيف تتطور الأمور. دكتور سنان، معظم الدول المنتجة للنفط تربط عملتها بالدولار الأمريكي لأنها هو العملة التي يسعر بها النفط، هل أنت مع ربط العملة العراقية بالدولار أم بسلة من العملات؟ والله هذه القضية طبعا لها علاقة بتركيبة التجارة وتطور هذه التركيبة، وتركيبة الاستثمار وتطور تركيبة هذا الاستثمار. أنا بالحقيقة ما أقدر الآن أحدد بالضبط كيف راح يكون السيستم. الآن هو هناك ربط في الدولار وعلاقة بالدولار، وهذا موفر لنا استقرار جيد، ما في كل شك، لكنه كل شيء ممكن لما نشوف احنا كيف تتطور العلاقات التجارية وتقيم، وكيف الحقيقة أحسن طريقة لمحاربة التضخم، لأنه احنا الهدف الأساسي عندنا محاربة التضخم. إذا شفنا أن التضخم يحارب في أنه ينفتح العراق على عملات أخرى أو فد شيء من قبل، يمكن نمشي بها الطريق. بس طبعا هو المعيار الأساسي أنه التضخم، لأنه التضخم راح يكون بالسلع اللي تجينا من هذه البلدان وأسعارها ومدى مساهمة هذه السلع بالرقم القياسي للأسعار اللي هو يؤشر التضخم. أحد الموضوعات التي تحاربها جميع دول العالم والبنوك المركزية موضوع غسيل الأموال، هل لدى العراق قوانين كفيلة
بالحد من هذه الظاهرة وضبط هذه الظاهرة أو حاليا أو في المستقبل؟ والله احنا عندنا قانون غسيل الأموال موجود، وعندنا في حقيقة الأمر وحدة في لغسيل الأموال في البنك المركزي، وطبعا هناك تنسيق مع الدوائر الأخرى في هذا المجال، وأنا أعتقد هذه قضية مهمة جدا. في حقيقة الأمر احنا نؤمن بالاقتصاد الحر وانتقال رؤوس الأموال 100%، يعني هذه مو ما بها مشكلة. القيد الوحيد على انتقال رؤوس الأموال هو غسيل الأموال. بالسابق كانت الحقيقة القضية أيديولوجية تقيد حركة رئيس الأموال سواء كان هناك غسيل أموال أو لا، لأنه حقيقة كان هناك تدخل أيديولوجي لمنع انتقال رؤوس الأموال. الآن انتقال رؤوس الأموال حر، القيد الوحيد هو الحقيقة احنا نمنع انتقال رؤوس الأموال لغرض غسل الأموال. فلذلك الحقيقة هذه قضية جدا مهمة، وقضية نتعاون بها مع دول، وقضية الحقيقة بها قوانين. والبنك المركزي بالرغم أنه هو يؤمن بتحويل العملة وهالأشياء هذه، لكنه يأخذ هذه بنظر الاعتبار ويعتبرها شيء أساسي. دكتور سنان، سؤال أخير. تفضل. هل تتوقع في يوم من الأيام عملة عربية موحدة؟ والله هي هالقضايا تعرف واحدة من التمنيات ما في كل شك. وإحنا طبعا أنت لا تستطيع أن تتكلم عن العملة بدون أن تتكلم عن ظروف الاقتصاديات، لأنه الحقيقة العملة هي علاقات اقتصادية ما في كل شك. في كثير من الأحيان إحنا لازم نتكلم عن الاقتصاد الحقيقي أولا، ونشوف إمكانيات التنسيق، وبالتالي نجي نشوف الحقيقة قضية العملة كيف تدخل في هذا المجال. فإحنا خلينا نتكلم على القضايا الوحدة الاقتصادية بشكل أساسي، وبالتالي راح يكون عندنا التقييم عن طريق العملة راح تكون القضية سهلة. دكتور سنان محمد رضا الشبيبي، محافظ البنك المركزي العراقي، شكرا. شكرا جزيلا. شكرا.